حاول في كرة عبد الرحمن عبود، سيطرة على كرة بعد عودة بالكرة باتجاه الريكي. الريكي لعبها عرضية، جول عبد الرزاق حمد الله، أول أهداف مع الاتحاد. عليكم توخي الحذر، عبد الرزاق حاضر مع الاتحاد، موسم عودة النمور إلى الديار إلى المنصات. عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الأول، اليوم يسمع زعير للنيف الأطلسي وسط النمور. عبد الرزاق حمد الله يسجل أول هدف الاتحاد في المباراة وسط غفلة مدافع الرائد.